خليني اخد اول اتصال معايا. اروى، الو، دعاء عاملة ايه؟ اهلا يا اروى، ازيك؟ الحمد لله تمام ماشي الحال. بس عايزة اسأل الشيخ في فتوى يعني مثيرة يعني غريبة اليومين دول، ليها علاقة بفكرة التاتو بتاع الحواجب والتاتو بتاع اللي بيتعمل على الايدين. طول عمرنا عارفين ان هو التاتو حرام، بس في اخر 3 4 سنين ابتدت فتاوى مثيرة للجدل بتقول ان هو مش حرام او هو بيروح بعد 2 أو 3 سنين. فانا مثلا عايزة اعمل تاتو على ايدي، وقريت كذا شيخ بيقول في فتاوي ان هو لو بيروح بعد 2 أو 3 وما بيقعدش العمر كله يبقى كده مش حرام. فانا كنت عايزة اعرف ده صح ولا مش صح. وبرضو فكرة الباروكة او الاكستنشن اللي ممكن الست تحطه في البيت لجوزها بس ما فيش حد يعني مش بتتجمل بيه بره، هل ده برضو حلال ولا حرام؟ ان هو في لعن الواصلة ولا المستوصلة، فهل تمام. برضو لو هو اللي زوجها بس هل ده حرام ولا حلال؟ بس شكرا ليك يا اروى. طيب طيب احنا قلنا قبل كده الحلقه اللي فاتت موضوع رسم الحواجب او كذا، وحضرتك قلت انه لو الحاجب في مشكله تقدر يعني ممكن ترسم عليه طالما انه الرسم ده بيروح دون ازاله للشعر، دون ازاله، وانه يرجع الشكل الاصلي يعني اللي دون هي ازاله شعر الحاجب. طيب بتقول لك الرسم بقى على الايد بقى، يعني مش موضوع حاجب خالص، انا عايز ارسم ورده تاتو على ايدي. هو بس لازم نفرق بين هل بين التاتو ده وبين الوشم. ايوه، يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله الواشمه والمستوشمه المغيرات للحسن. يبقى هنا العله ايه؟ سبب التحريم ايه؟ او عله التحريم ايه؟ انها تغير خلق الله عز وجل. فقالوا طب الوشم ده كان بيتعمل ازاي؟ كانوا بيبقى في غرز كده بالابره في الجسد، وبعدين بمكان الدم يحطوا الاصباغ فيختلط بالدم، واخد بال حضرتك، وبعدين بتبقى ثابته لا تتغير، لا يعني ما بتشتغل خالص بميه نار وحاجات غريبه خالص نهائي خلاص. هي موجوده فين؟ موجوده في الجسد. فاصبح ده تغيير لخلق الله ولا مش تغيير لخلق الله؟ ده اصبح ده تغيير لخلق الله عز وجل. فهنا ده العله، يبقى هنا ده اسمه الوشم. اي حاجه بقى الرسم الظاهري ده اللي هو مش ثابت ده ما اسموش ايه؟ وشم. لكن احنا قلنا بشرائط ان يكون بماده ما فيهاش ضرر على جسد الانسان، ما يكونش فيها اسراف لان الله عز وجل نهى عن الاسراف، ما يكونش فيها بماده نجسه، ما ينفعش طبعا. الضوابط دي كلها، والشرط الاخير ان هو ما تكونش ثابته اللي هي لا تزال، ما ينفعش اللي انا ازالها خالص. فكل الاشكال دي كلها او بالضوابط دي كلها يبقى المساله في النهايه ايه؟ جائزه. وما ينفعش واحدة مثلا بتعمل رسم مثلا وتظهر به في العورة مثلا وتظهر به للناس للأجانب، فطبعا ده حرام شرعا. ما يبقى احنا فرقنا بين الوشم وبين الايه؟ وبين التاتو. هل التاتو ده اللي هو الرسم الظاهري ده وشم؟ لا، هو مش ده الوشم. وهو مش ده اللي بينطبق عليه حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس عشان نفهم، بس عشان السادة المشاهدين ممكن تتلخبط، يقول لك بس لعن الله الواشمة والمستوشمة. ايوه يا سيدي، ما هو الوشم، تعريف الوشم ايه؟ هو التعريف اللي احنا قلناه. التاتو ده وشم؟ لا، هو مش وشم. طيب الاكستنشن او الباروكه او وصل الشعر، فكره وصل الشعر او تتقيله حتى لو للزوج، يعني انا واحده محجبه وشعري خفيف مثلا وعايزه بقى احط بقى حاجات وبتاع للبيت في البيت واعزم صحابي ما اعرفش ايه، تحط ايه بقى؟ بيعملوا بقى حاجات جديده جدا. بيجيبوا بقى شعر ايوه، يعني مو شعر خشن هيبقى شعرها ناعم، ايه بقى مش قادره اوصف لك المواضيع دي وصل فيها ايه. يعني الموضوع تطور لدرجه انه ما تعرفش ان ده شعر مش حقيقي. بيقعدوا بقى يخيطوه من تحت كده بحيث خصل الشعر تزيد ويبقى تقيل ويبقى حلو. فهل ده بقى حلال ولا حرام؟ طيب وهنشيل بقى على جنب مش المحجبات، لانه مش احنا بنتكلم على مثلا اللي طبعا هم مش المحجبات كلهم عاملينه. يعني كل اصحابي، كل الستات، كل البنات اللي مش محجبات مطولين طبعا شعرهم وحاطين وكده. فهم ساعات على فكره، لانه مش لازم ان اللي مش محجبه يا عيني تعمل كل حاجه حرام، هي فعلا بتبقى عايزه تسال وعايزه تعرف هو ده حلال ولا حرام. ده اولا. ثانيا، لو بقى واحده بتعمل ده نفس اللي بتعمله ده في البيت بقى لجوزها لنفسها لاصحابها. طيب بس هو في واحده راحت اسمها ام عمرو الى ابن مسعود، قالت يا ابن مسعود كيف تلعن من لم يلعن ربنا تبارك وتعالى في كتابه؟ ازاي بتقول لعن الله؟
وأنا قرأت القرآن، قال ارجعي فقرأي القرآن مرة ثانية. كان سيدة ابن مسعود بيروي حديث النبي لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فقعدت تقرأ القرآن مرة ثانية كده، فقالت والله قرأت ما بين لوحي القرآن ما بين دفتي القرآن يعني، فلم أجد الكلام ده في القرآن. قال ألم تقرأي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى قرأت ذلك. قال إذن فقد قال رسول الله لعن الله الواصلة والمستوصلة.